راحت مسكينه في عمر الزهور 33 سنه، خلات ملايكات مساكن اللي نعدوا عدوى عند الطب النفسانيين، زوز صغار ملايكات مزين ورده وعليه، وهي ورده راحت مسكينه. اه حسبي الله ونعم الوكيل فيه يا ربي، نطالبوا بالقضاء نورمالمون هكا قولي لي. وهو يضرب فيها بالاكوكوت مينيت ودار عليها بالعصا بالعصا حتى اللي ماتت المراه. اه وخلات زوز ملايكات صغار وما هيش بالكرش. عليه يا ناس نسكتوا على الحق، نسكتوا على المراه تضرب ولازم تصبر المراه. اه قالك ما تقدرش حتى مالها باش يجوها امبوسيبل. تقول لهم لا او اني نخاف يضربني، اني نخاف هكا رعبت منه. ما لا خلي كيما قتلها حتى هو يتقتل. اه وعليه اختي صبر عنده حدود حتى نجد فيها. الله غالب قتلك وليداتي وعليه ولادها. اي والله ربي اقسم بالله ربي يرحمها مسكينه صغيره، ولادها يتفرجوا صغار ولادها. انا ما شفتش يعني ما سمعتش بالحكايه اكزاكت مي، وش سمعت الصباح بسك النهارين نعيط لها ما سمعتش. انا شفت للتيبه، انا ما حطيتهاش هي، والله ما حطيتها هي. كي عيطت هدرت معاها قالت لي قتلها بلاك وكوت مينيت، ما طيشتش راحها وما ذبحهاش نهائيا. قلها يجيوك، كان يقولها يجيوك نقتلوك، كون يجيوك ماليك نقتلوك. وعليها خياني وعليها صغيرة مسكينة 33 سنة يا عجبة يا ربي. أنا نتمنى كيما دارلها يديرولو وهذا ما كان. بس ما طلعتش وطاحت. ربي يرحمها. كان يعذبها، هذه أختها، هاي أختها قلت لكم كان يعذبها. يا ناس يا صحافة يا عباد، كان فيكم الرحمة وكان الصحافة أنها تسمع فيا، نتمنى يروحوا للدار ويسمعوا الحقيقة، ولا قناة الشروق اللي تجيب ناس تافهة يبا روحوا شوفوا اسمعوا الحقيقة. هذا ما كان. أنا نتمنى لايف هذا يتبرتاجة ويوصل الصوت ويروحوا الأهل المالي المرحومة يروحوا يسمعوا الحقيقة، ما يحطوش الحقيقة كما يقولها يكتبوا بالكذب ويزعم زعمة ديكي حقيقة. ربي يرحمها حسبي الله ونعم الوكيل. كانت ما تخرجش من الدار، رابطها بالسلاسل واخدينا عخويتي مسكينة. قل له كان في الحبس يا ويقتلوه، وش من حبس هي بنت عنابة وناس عنابة كامل يتحدوا معانا ويوقفوا معاها، فهمتي؟ وملايكات مساكن خلتهم. وعليه حرام عليه، حرام عليه حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ما قاعدة تتعذب وتقول معليش نصبر على وليداتي، نصبر على محنتهم، نصبر، فهمتي؟ والراجل ضربها بالاكوكوت مينيت حتى لين ماتت. هذه القصة الحقيقية. عليه يا ناس عليه، كونوا شوية واقعيين، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. أنسي الكاميرا أصلي دقيقة، ما هاك تشوفوا. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. عليه راحت مسكينة في عمر الزهور 33 سنة، خلات ملايكات مساكن اللي نعدوا عدوى عند الطب النفسانيين، زوز صغار ملايكات مزين ووردة وعليه، وهي وردة راحت مسكينة. اه حسبي الله ونعم الوكيل فيه يا ربي، نطالبوا بالقصاص ان شاء الله يا ربي. كيما ماتت نقول انا بسك الكلمة هذه ما نقدرش اني ننطقها من الوريد للوريد، قالك وهي لا ضربها قعد قبل المغرب نورمالمون هكا قوليلي. وهو يضرب فيها
بلاك وكوت ميني تدار عليها بالعصا بالعصا حتى اللي ماتت المرأة أه؟ وخلات زوز نايكات صغار ومهيش بالكرش. علاه يا ناس نسكتوا على الحق نسكتوا على المرأة تضرب ولازم تصبر المرأة أه؟ قالك ما تقدرش حتى مريها باش يجوها امبوسيبل. قولهم لا لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني والله غير يعجز الواحد باش يسمع يعني كلام كيما هذا، يعني فريمون يعجز واش يقول كي يسمع حوايج كيما هذو. مي سي با اون سوربريز، سي با اون سوربريز دون سو بيي دون اون الجيري ديريجي بار دي جون كيف جو بولي دير. لو كان نزيد نقول كلمة يولي يقول لك انت تسب فينا وانت لا غالب. لا مسكت خير باسكو كيما قال واحد دركا عاد تقول كلمه يولي انت يمشيو فيك الصهاينه وانت يمشيو فيك المخزن وانت ما نعرف واش وما نعرف واش. على كل حال الزول في اللون هيتما يسمع الزول ام قران مرحبا اسون ان شاء الله هدي لي بلا باس. اسا الخميس على كل حال نصوم بيان سور لو 20 ابريل 2023. Je vais profiter de ce moment pour vous parler le crime qui sera fait à Mlebouari, où il a été Mlebouari, où il a été Madin Ta'in Melila. Oui, nous avons eu un homme qui a été mis en place, qui a été mis en place, qui a été mis en place. Et nous avons écrit, comme l'a dit cette fille, qui nous a beaucoup aimé, qui nous a donné des informations nouvelles, et nous avons eu des informations, mais pas de nouvelles. Rien du tout. ما كاين والو قافلين علينا ما كاينش المعلومات. لما شكون يعطيك المعلومات؟ تعاودوا نعيطوا للشرطه. انا ساعه نفسي انا على روحي هنا نعيطوا للشرطه ما كانش يقول لك يا خويا احنا ما عندناش حتى حنا سمعنا كيما نتوما هكا يقولوا لنا الشرطه. بورتون الشرطه عندهم خليه الاعلام والاتصال فيها كوميسار دو بوليس فيها ضباط فيها عون امن فيها هادو ستين توت اون سيلول دو كومينيكاسيون هادو ما ينقدروا يعطيوك والو نهائي زيرو ما يعطيوك اوكين انفورماسيون. صافي المهم المهمش هما الناس اللي يخدموا بلا لا كومينيكاسيون باسكو عندهم تعليمات من عند الناس لا توتيل يمد لك معلومه يصبح غدوه يحبسوه من الخدمه نتاعو ولا يديروا مشكل. دونك على هذاك ما يمدش الانفورماسيون اي سيكيستخي. وقتاش يعطيوك هما المعلومه؟ كي يعطيو لهم يقول لهم قولوا هاو حكمنا الناس يشربوا في الكيف، حكمنا القراعي نتاع الشراب، الشرطة راحوا ينحيوا الدم، راحوا يرسوا الشجر، هذا كل يعطيوها لكم ما كاش، هما بعد يديروا عليها بيان ويعطيوها لكم. عندك كي ضال جريمة كيما هذه ولا ضال حاجة نحوسوا عليها، نعيطوا لهم ما يعطيوك والو، ما يعطيوك والو، ريان، ريان دو. لما شكون يعطينا المعلومات؟ تعطيهم النيابة، صادير لا كور، البروكيور جينيرال. وفي كل في كل كور دو جوستيس مدايرين نون سيلمون كيف اسمو سيلول دو كومينيكاسيون، مي حاطين واحد يعيطوا له لو بروكيور جينيرال ادجوان شارجي دو لا كومينيكاسيون. اور كو سو مسيو هذا لو شارجي دو لا كومينيكاسيون il ne donne aucune information. Aucune information. ساعة ساعة ونطيحوا في ناس عقال ونطيحوا في ناس فحولة صح يعطيونا، وساعات يقولوا لنا يا ودي يرحم والديك نعطيك الانفورماسيون مي ما تذكرنيش ما تذكرنيش. علاش؟ كيما قلت لكم خايف غدوة يسي تخرج في جورنال باللي لا في سا ديكلاراسيون. هما عندهم لا غوم مش كيما في البلدان المتحضرة والمتقدمة. احنا عندنا احنا الاسامي نتاع لي ريسبونسابل مكتوبين بالكريون بالكريون مش بستيلو. وعندهم لا غوم واحد دار مشكل يعيطوا له يقولوا له خلاص غومي يغومي ويعيطوا له يقولوا راك ما عادش في المنصب نتاعك. هو واش يجيبوا واحد اخر مو خلاص هذه هي. دونك يطيح في الناس يعني ما يشتيوش الظلم ويحبوا ينوروا الراي العام ويحترموا مهنه الصحافي ويقول له يا سيدي الصحافي شوف ندير فيك ثقه انت على حسب كلامك راك انسان كيما قال واحد فحل وانسان منا يا اخي نعطيك الانفورماسيون بصح يرحم والديك تذكرني راني نسلكها غاليه ما نذكروش. حنا نقولوا اك ساعه سولون دي انفورماسيون ديني دو فوا ولا سولون
دي زانفورماسيون كي غيست ا كونفيرمي ونمدو لافورماسيون صحيحه. مي نقول لكم سور 58 ولايه سور 58 ديبارتمون نقول لكم ديجا 50 ما يعطيك والو، ما يعطيك ما يهضرش حتى معاك، ما يهضرش حتى معاك. صرات لي خطره انايا في مع واحد الولايه وين عيطت للكريفيي اللي حاكم السكرتير نتاع كيف اسمه نتاع النائب العام نتاع البروكيور جينيرال، وقلت له قلت له ديما دابيا نهضر مع البروكيور جينيرال ولا مع لاجوان نتاعو اللي حاكم لا كومينيكاسيون. قال لي تاع لا كومينيكاسيون راه كونجي. قلت له شوف لي مالا النائب العام. قال لي زيد شويه عاود كلمني دوك نقول لك. قلت له داكوغ. زيد شويه كلمته واش يقول لي هذا كيف اسمه لو غريفي اون شيف هذا اللي حاكم ولا غريفي حاكم السكرتاريا. قال لي بالحرف الواحد قال لك سيد النائب العام ما نهضرش مع الصحافه. قلت له معليش وانا كان عندي قدامي قلم. قلت له قال لك ما نهضرش مع الصحافه. قال لي هي. قلت له داكوغ. قلت له اسمح لي تشوف ما حبش يهضر مع الصحافه. قال لي واش راك دير؟ قلت له راني قاعد نكتب. قال لي سبحان الله العظيم انا نقول لك الراجل قال لك ما نهضرش مع الصحافه وانت تقول لي نكتب. قلت له يا اخي اسمح لي نفهمك. قال لي واش؟ قلت له راه ما نقدرش كيما قال واحد ما نكتبش راني نكتب. يهضر معايا نكتب، ما يهضرش معايا نكتب. قال لي كيفاه؟ وقال لي راهو قال لك ما انا ما نهضرش يا خويا نورمالمون ما تكتبش. قلت له لا غلط. قلت له راك غلط، حنا نكتبوا هضر نكتبوا ما هضرش نكتبوا. قلت لهم بصح مادام ما هضرش حنا راح نكتبوا الشيء اللي قالوا لنا الناس حتى لو كان يكون غلط ولا غلط باسكو لا سورس ما حبش يعطينا المعلومات. كنا حنا نمدوا ساعه واش قالوا الناس اللي كتبوا لنا واللي بعثوا لنا، ولتحت لازم الطرف الثاني وطرف هو المسؤول على هذا الشيء. هذا هي شكون هو؟ هي النيابه، هي كيف اسمه البروكيور جينيرال، سي لوي كي دون لانفورماسيون الصحيحه الصحيحه هو اللي مدها. مادام هو ما يحبش يمد دونك الا قلب. قلت له كيما قال لك نكتب لك يا اخي. قلت له قال لك كيما هكا؟ قال لي ايه. قلت له ما انا راني نكتب له واش قال وغدوه تقراها. قول له غدوه يقراها في الجورنال ان شاء الله بحول الله. وقلت له دوك نقطع درك ونزيد نعيط لوزاره العدل ونزيد نطرى عليهم سؤال واش يقولوا لي راني نكتب. لو كان يقطعوا عليا الهاتف نقول بلي قطعوا عليا الهاتف. لو كان يقولوا لي واش يقولوا لي نكتب. هذه هي مهمتي انا سي تو. دونك هادو هما الناس كيما يقول واحد هكا يقولوا لك الاخر. عندك ساعات يحبوا يهربوا من المسؤوليه كيما خطره صرات لي مع واحد البروكيور جينيرال تاع ولايه بعيده في السود. عيطت التليفون قال لي شكون يقول لي بلي انت صحافي؟ وهذه هي الهروب الى الامام. هذه هي شكون يقول لي بلي انت صحافي؟ قلت له يا خويا شوف انا طرحت عليك سؤال دركا نعطيك الرقم نتاع الجورنال او نعطيك الرقم ونعطيك مهله منا الساعه من زمان العشيه كيما بغيت. عيط للجورنال هاو عندك الرقم هذا وانت راك نائب عام سبحان الله، ولا عيط للشرطه. عيط للشرطه يحقوا. قال يا ولدي شوفوا لي هذا الرقم هذا اللي عيط لي شكون هو؟ اسكو جورنال؟ اسكو مو جورنال؟ واتصل قول لهم في فوتولك بالك المدير تاع الجورنال. اهضر مع 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 المدير تاع الجورنال قول له يا ولدي مسيو منصف رضا هذا يدعى بلي راهو صحافي وراهو يكلمني وراهو يطلب مني هالمعلومات هذه. اسكو صح يخدم معاكم صحافي ولا لا؟ هذا باش تاكد باللي راني نهضر معاك كصحافي. هذه وحده. ثانية قلت له يا اخي شوف راني نعاود لك جويه ساعتين وثلاثة. عيط الامن قول لهم يشوفوا لا كومينيكاسيون منين جات. هذه حاجة أخرى. واش نقول له واش هو؟ زدت نقول له حاجة أخرى يعني اللي باش نحي له الهربة خلاص ما يهربش خلاص. قلت له شوف نقول لك قلت له أنت كي قلت لك دروك جو فوزي بروبوزي أون كيستيون باش تعطيني أون ريبونس. قال لي هي. قلت له ها لا ريبونس اللي تعطيها لي واش ندير بها أنايا؟ قال لي ما على باليش. قلت له راح نكتبها في الجورنال. وقلت له كي نكتبها في الجورنال يخي المواطنين يقراوها ولا ما يقراوها؟ قال لي يقراوها. قلت له مالا درك حتى لو كان يكون مواطن درك ولا معاك في الهاتف وما هوش صحافي عطيت له انفورماسيون الناس الكل على بالهم بها. قلت له عندك لو كان راح تعطيني اون انفورماسيون كونفيدونسيال يعني انفورماسيون يعني اللي سريه يعني ما نحبهاش. قلت له
جو فو با دون انفورماسيون كونفيدونسيال، قلت له ما عندي ما ندير بها، قلت له انا نحب اون انفورماسيون اللي تكتب سيغ لو جورنال، قلت له اعطيني لافورماسيون، يولي هي يقول لك من بعد عاود عيط لي من تما ما حدش يهز عليك، ولا يوصل السكريتير نتاعو يقول له وين عيط قال ما كانش، ولا كان في نزيد نعطيكم هذه حاجه مليحه سمعوها باش تعرفوا وين جهه وصلت الجزائر، باش الناس حتى المسؤولين يسمعوني، في ولايه باتنا وني كدت عليها بابي ثاني عندهم انسان حاكم ستوندار حالته عنده معرفه في وزاره العدل اون كونيسونس او مينيستير دو لا جوستيس ولا يكون عنده رقزه كبيره حاطينه حاكم ستوندار انسان ديجا الهضره نتاعو باين عليه امي ما يعرف لا يكتب لا يقرا لا والو تهضر معاه يقول لك اروح لهنا هي قلت له معليش اخويا خليها عقب لي المسؤولين نتاعك خليني نحكي معاهم رونديفو نو ما كانش ما نعقب لك حتى مسؤول فوت لي يرحم والديك رئيس المصلحه نتاعك ما نفوتش فوت لي كيف اسمه ان بيرو من اللي فيه المسؤولين نتكلم معاهم ما يفوتلكش ويقطع لك التليفون جي لي ميم مونسيوني نوار سور بلون سور لو جورنال ما داروا له والو الناس كيما هذوك كيفاش تحبوا تخدموا معاهم كيفاش تحبوا تجيبوا لانفورماسيون كي ضال سيكريتير ضال اون سيكريتير ولا يضال واحد كيما هذا حاكم ستوندار هو اللي يحكم في النائب العام وهو اللي يحكم في الناس كل واش تقولوا لي كيفاش تحبوا نجيبوا حنا لافورماسيون دونك نرجعوا للاخت هذه اللي تكون كلمتنا من كلمتنا دارت فيديو بارك الله فيها يعطيها الصحه بيتيتر تكون ساكنه في ليترونجي على كل حال لا دي كيك شوز دو بيان هي بتات مسكينه ما على بالهاش واش راه صاري في الجزائر ما على بالهاش على هذا مسكينه تجهل بزاف بتات يعني يقول لها واش كاين مي ما على بالهاش او فون واش هو انا نحب نجاوب هالاخت هذه مادام قالت يا صحفيين وراكم تكتبوا في الغلط يا اختي انا نجاوبك حنا نكتبوا في الغلط علاش باسكو ما عندناش لافورماسيون انت دوكا هاكي قلتي هذا الشيء هذا انا راح نكتبوا ان شاء الله بحول الله بعد العيد لا سيمين الجايه نعاود نرجع للبابي تاع الاخت هذه مسكينه اللي ربي يرحمها ونكتب ونقول واش راكي قلتي على حساب واش هضرتي مع اخت الضحيه وهذه اخت الضحيه اذا راهي تسمع فينا تعيط لي سواء سو النيميرو تاع الجورنال ولا تعيط لي لهنايا في كيف اسمه في الفيسبوك في الميسنجر وتعطيني الحقيقه واش كاينه وحنا نكتبوا ما نضربوا حتى على واحد وما نخافوا حتى من واحد نخافوا الا من ربي انا الساعه هكذا انا تجيني انفورماسيون نكتبها ما نستعرفش مي سامبلومون لازم الانسان يتحمل مسؤوليته خطراش كاين الناس ساعات واش يديروا يتكلم معاك ويقول لك ها واش صرا غدوه يحصروه ولا ما على باليش واش يعطيو له ولا جو سي با واش كاين يولي يدور على كلام يقول لك ما قلتلكش يا خويا لا انا ما قلتلكش كيما هكا دونك لازم الانسان يتحمل المسؤوليه نتاع الشيء اللي يقول فيه تقول حاجه نكتبها له ما كانش فيها الشيء اللي تقوله نكتبه ما كانش انا حاولت الاتصال بولايه المبواغي كيف اسمه ديجا عندهم التليفون تاعهم اللي كونستامون اوكوبي درك بعد ما عنديش بزاف كنت نتصل بهم النيميرو ما يجاوبش خلاص ما اوكوبي كونستامون من الصباح وانا نعاود نعيط عيط من الصباح ما كانش عاود عيط اي بورتون الكوبيل كان اوكيبي كان يهضر مو ولا ما على باليش ولا عندهم سانك ولا سي نيميرو عيط من الصباح باش يعطيو لنا واش كاين ما كانش لوكيباسيون دونك هذه الاخت هذه نحب نجاوبها ونقولها يا اختي هاد الطفلة هذه اللي مات الله يرحمها ماهيش الأولى وماهيش راح تكون الأخرة فهميني مليح وقلتها في الفيديو السابقين هاد المرأة اللي ماتت وقتلها زوجها ماهيش الأولى وما تكونش الأخرة راح يزيدوا يكونوا دوتر فيكتيم وراح يزيدوا يقتلوهم أخرين ديجا عملوا اللي بقيلا كنت نعطيكم قلت الضبط بوكتاش لو 13 نوفمبر 2022 نوتي بيان لو 13 نوفمبر 2022 هاو الصرا يوم الخميس 10 نوفمبر تم العثور على الدكتوره عبابسه سنا مقتوله البالغه من عمر العمر 32 سنه وهي سيده متزوجه وام لطفل
وحامل في شهرها التاسع، وزوجها طبيب عام يشتغل في ولاية جيجل، وهو من عثر عليها جثة هامدة وسط بركة من دمائها داخل مسكنها العائلي المتواجد بإحدى العمارات وسط حي بوحة بالعربي بلدية عين مليلة. وأثار عن واسطة آلة حادة، وأثار عن بواسطة هذه يكون مقتولة ذيك سواء ان كوتو ولا سواء ان باغ دو فير ولا واضحة على جسدها، إضافة إلى أثر الذبح على مستوى الرقبة. فوالا دونك هذه قلنا في دماء دي بيي باش نجيبو كانش انفورماسيون، ما كانش عباك مش هو ما كانش خلاص ما عرفنا لليوم ما كان والو، اوكين انفورماسيون، ما داروا عليها كومونيكي، ما داروا عليها حتى حاجه، ونعيطوا حنايا ما كانش ما يمدولكش لانفورماسيون اي سيكيستري اون الجيري. لانفورماسيون اي سيكيستري اون الجيري. ثاني موش غير عند الامن ولا عند بارتو وين تروح ما يعطيوكش لانفورماسيون بارتو، تروح ل انا يخاف يضربني انا يخاف فوالا. دونك وين تروحوا تلقاو لانفورماسيون سيكيستري؟ علاش احنا اللي كنا ماذا بينا يعطيونا لافورماسيون نكتبوا عليه ندرقوا حنايا فوالا. نرجعوا للاخت هذه اللي تقول باللي هذا السيد لازم يحكموا عليه بالاعدام. شوفي يا اختي العزيزه، هذا السيد اللي قتل المراه نتاعو سارت هذا مجرم، سيت ان كريمينال، راني معاك وتبعوا مليح الحكايه. كل واحد يقتل سيت ان كريمينال، يقتل مرته، يقتل اختو، يقتل انسان البرة، يقتل واش كاين، سيت ان كريمينال، مجرم، هذه راني متفقين معاه. مي هو ثاني هذا السيد هذا اللي قتل هو ضحيه، إلي لوي اوسي فيكتيم، باش نفهموا مليح. Il est victime, premièrement, de la société, c'est-à-dire l'Oula. Il est victime, surtout, de l'école algérienne. Wana, nous allons, les écoles algériennes, من le primaire, jusqu'à l'université, راهم قاعدين يفورميو في لي تيغوريست. تحبوا ولا تكرهوا هذه هي الحقيقة. أرانا يا ناس، أي رانا في الجزائر كسوا في المدارس الابتدائية حتى للجامعات رانا قاعدين نكونوا في إرهابيين. هذا هو كي نكونوا إرهابيين كيفاش حبيتوا يتنحاو الجرائم؟ محال. انا خطره حضرت مراه جات مع راجلها باش يطلق، علاش؟ باسكو يضربها، ورئيس المحكمه قال لها اسكو هذا هو كيف اسمه، اسكو هذا هو الكلام نتاعك يا مدام، اسكو حبيتي الطلاق؟ قالت له ما حبيتش الطلاق. ها كيفاش؟ قالت له بصح انا نحب ما يضربنيش. ما يضربكش قال لها رئيس المحكمه، كيف هنديرو؟ نبعث لك معاك شرطي يقعد في الدار انت طيبي وهو يشوف، ولا انت قاعده هو يشوف يضربك، لو كان يضربك يتلاع عليه يحكمه. قال ما نقدرش يا مدام. قال او تحبي تطلقي نطلقك، ولا متحملي مسؤوليتك لو كان ترجعي له الفويه. كما قالت لك الاخت هذه مسكينه امراه عندها الاولاد طاحوا الدموع نتاعها وقالت له نرجع للفويه تاعي. هذه هي المشكله وين جهه. دونك ردوا بالكم يا ناس، كي تلقاو مسؤولين ونعرفوهم بالاسم مسؤولين في الدولة، هما بعد يعنفوا النساء نتاعهم، يعنفوا النساء نتاعهم، يعنفوا البنات نتاعهم، يعنفوا المرأة وين كانت. شوفوا باباها، خيانها، عمومها، جدودها، البرة في الزقاق، الي لا فام الي توجور سوبي توجور لا تورتور من عند هاد الناس هذو، من عند البوي، من عند كيف اسمه الاخ. المرأة هذه مسكينة اللي كانت تهضر ما على بالهاش باللي حكموا امراه في جون في في تبسه، سمعوا بها بلا عندها ريلاسيون مع واحد تحب تزوج حالتها والله ما على باليش. اي بيان يا اختي العزيزه، سا فامي لون توي، الفاميلا نتاعها، العائله نتاعها قتلوها مسكينه، ابخي زافوار ايتي تورتوري، حتى الماكله ما يعطيوهاش، يقفلين عليها الباب،
حتى النهار وين هزوا جات الساعه اللي هزوا ديسيزيون وراحوا لها لا شومبر نتاعها مسكينه وقتلوها. Ce sont des monstres. Elle est bien comme chez moi. Ce sont des monstres. Ce sont des monstres. Elle est bien quand on la qui passe mon mérite à la femme ha ou brico elle a fait cinq ça mais elle a ouais je te respire et t'as tué l'ha. Donc ces gens ces deux les criminels. Min jau jau les États-Unis d'Amérique jau min jau jau min Neptune jau min. Eh ben rabattons l'école algérienne. رباتهم ليكول الجيريان. دونك يا اختي العزيزه هذا السيد هذا ميم سي فون يحكموا عليه بالاعدام سي سوغا دوت لو تور جاي جايه مرا اخرى وتشفاي تشوفي دونك نجيت جاي وين يكونوا دوتر فيكتيم يكونوا لو مال اي ترو بروفون لو مال اي ترو بروفون لو مال اي ترو بروفون يا ناس افهموا حاجه ويزيدوا واش يديروا المشكل الكبير واش اللي يديروه واش هو المشكل الكبير اللي يديروه هو انهم هو انهم هاد الناس هادو اللي راكم تحكيوا عليهم هاد لي زالجيريان دركا وانا منهم واحد مدايرين في في مخ نتاعو الجزائري ها واش مداير في المخ نتاعو الجزائري مداير في المخ نتاعو انك يروح يتزوج الى اشتي هذيك لا فام الى اشتي ويدير فيها واش يحب ومادامو كيف اسمهم القوانين تاع الجمهوريه ينصوا على هذا الشيء هذا كيفاش حبيتي ما يكونش القتيلات وما يكونش الضرب كيفاش المراه راهم يحسبوها سيتون اون الجيري لي مينور لاش تكون في عمرها 90 سنه يا اخت هذه اللي قاعده تهضر راه حالتها مسكينه تكون في ترونجي هي تحسب كيما يقولوا هما عند الكفار وانا ما نقولش كفار حنا اللي هما الكفار الاخرين حاشاهم باسكو كيما قالت لك قبيت عندها الحق قالت لك لو كان جات في الاوروب ما ينجموش يمسوا لها شعره من راسها بوركوا باسكو القوانين صارمه القوانين صارمه ب 10 سنين وطلع ولو كان وحده كيما هذه المسكينه اللي ماتت كي كان يعنف فيها وهزت التليفون وتعيط لاسيستون سوسيال لاسيستون سوسيال تعيط لا جوج ولا جوج تبعث معاها لا بوليس ويروحوا يدقوا على الباب نتاعو افتح ويهزوا المراه هي وولادها ويديوهم في بلاصه اللي عمرو ما يزيد يشوفها الراجل هذا ويقولوا لها واش حبيتي ديري يا مدام اذا حبيتي تطلقي يلا اذا حبيتي شي تحبي رانا موجودين باش نديروه لك ويعطيوها دي بريم باش تزرعها واذا ما تخدمش يعاونوها باش تخدم ويعطيوها لوجمون وين تسكن يعني يحطوها ساعة دون واش يقولوا في مع في لي فام باتو ومن بعد يحوسوا لها على سكنة باش تقدر تهز روحها وما يخليوهالوش وإذا دونجورو وإذا سيد إذا دونجورو يشرعوا له ويعطيوه يقول له ما تقربش باش نتفاهموا بالك يديروا حتى يديروا له حاجة كيف اسمه تصوني في رجله باش لو كان يقرب في بحث الدار اللي راهي فيها المرأة هذه تسوني عند لابوليس ويروحوا باش يحكموه ويلقيو عليه القبض ويلوحوه في الحبس باش نتفاهموا باش نتفاهموا هذه في بلاد اللي يعيطوا لهم زعما الجماعه نتاعنا الكفار خاطرش يحافظوا على المراه روحوا عيطوا تشوفوا لا بلجيك عيطوا للناس اللي يسكنوا في كيف اسمه في ايطاليا اللي يسكنوا في فرنسا تلقاو جزائريين حاكمين عليهم 10 سنين حبس ماهوش كي ضرب مرتو نو لا يا هو عيد مرتو طلع له من 20 سنه كيف تحكم جون سي با عام ولا ما عرف قداش ما عندكش حق تضرب وكي تخرج يديروا لك 2 ans de sûreté 2 ans de prison avec sursis هذوك يسميو باش يخليوك ويقولوا يطلبوا منك تروح تداوي وكل وين تداوي تبعث سيرتيفيكا ميديكال للبروكيور بلي راني نداوي سينو يديوك تحكمهم بالسجن حاكمين من 10 سنين على واش باسكو السيد مرتو قالت له
خويا انا ما نحبش ندير معك حتى حاجه، وهو يحكمها بالذراع. 10 سنين، 10 سنين، ويقول لهم هو الكيروس المسكين هذا الطفل هذا، باسكو زاد في الجزائر ومن بعد راح للترونجي، يقول لهم سيد الرئيس لافوكا نتاعو يترجم، هذه راهي مرطي مسكين ما على بالوش هو، علاش؟ باسكو جاب العقليه نتاعنا هنا. مرتك، ويقول له الرئيس مرتك ولا ماهيش مرتك؟ كون لا فام دي نو سي نو. دونك واش هو الحل يا اخت؟ الاخت ماهوش الحل القتيله، لا فيولونس عمرها ما جابت حتى حاجه. إيفا كيما قال واحد راح يعقب الحبس، كيما قال واحد 10 سنين ولا 20 سنه، هذه رسمي، مي إيفا با تيتر تويي، باسكو حنا عندنا في الجزائر ما يطبقوش كيف اسمه لا كون ميم سي لي كوندوني ا مور ما يقتلوش، يبقى حاكم ا بيربيتويتي، ما يخرجش برك هذا ما كان. مي القصاص يا الاخت مازال ساعه، هذه الجزائر ماهيش دوله اجراميه. نهار يرجعوا الجزائر دولة إجرامية، يحكم علي فينا علي بلحاج وعباسي مدني مات ربي يرحمه، يحكموا فينا الإسلاميين، هاك ساعة تجي القصاص، هاك ساعة تجي القصاص، يوليو مش غير يحكموا بلا، مش غير اللي يقتل، حتى اللي يكون يحكموا واحد مع برا مع الطفلة، يحطوه مع الآخر ويضربوه بالشطر 100 ضربة حتى يموت، وما يموت في 40 ولا 50 يكملوا له، هو ميت وما يكملوا له، ها؟ هذه قلتها لكم، هذه انا راكم ان شاء الله تجيكم ان شاء الله، لو كان الاسلاميست يديو الحكم هكذا واش راح يصرا لكم. هذه الدوله الاسلاميه هم يعيطوا لها الدوله الاسلاميه، ونعيط لها الدوله الاجراميه، يضربوا يذبحوا في الناس ويقتلوا في الناس والقايله حاميه. دونك القصص هذا انا ما نستعرفش به وما نقولش به كلش، علاش؟ باسكو لا فيولونس ني با اون سوليسيون، لا فيولونس ني با اون سوليسيون. واش لازم؟ لازمنا تو دابور نبداو من الاول، خلاص نبداو من الاول. بريميرمون اون فا شونجي كيف اسمه لي بروغرام تاع ليكول، ليكول اليوم اللي راهي تخرج في الارهابيين نطبقوا كلش، نطبقوا من بينهم دوك الليبريات نتاعهم نتاع الشيوخ ونتاع التربيه الاسلاميه، وهي ماهيش تربيه اسلاميه، خاطش يكون جات تاع ربي، ربي ما يقولش قتل، ما يقولش ذبح، ما يقولش دير، هذو كامل نطبقوهم ونلوحوهم في النار، تشعل فيهم النار، ونجيبوا كتب اخرين جدد اللي يهضروا على لا ديموكراسي، ويهضروا على حقوق المراه. واش من حقوق المراه عندها كي تضل في عمرها 70 سنه المراه وتروح مع راجل باش تتزوج، يقول لها روحي جيبي ولي امرك، روحي جيبي ولي امرك، سيتادير المراه الي مينور، الي مينور، روحي جيبي تيموان، وي مي ولي امرك، حنا نعرفوا واحد كي نقولوا له راه جيب ولي امرك مينور، دونك المراه مينور تكون في عمرها 100 طون 100 سنه، ما عندهاش حق المراه تتزوج وحدها، نو ما عندهاش حق تسافر وحدها، يسبوها، ما عندهاش حق تلبس كيما بغات، ما عندهاش حق، وروح 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 وروح. وزيد الكارثه اللي راهي صاريه، اتونسيون انتوما ما بالكمش، ما تنجموش انتوما دون اون سوسيتي مدعشه كيما هذه، اون سوسيتي اللي ما من نساء اليوم تقول لك تبوس لك الصباط نتاع راجلها، خطره نعتو امراه في التلفزيون تلاحت تبوس في الصباط نتاع راجلها، حتى ريزي سكلاف ما داروهاش، علاش دارت هكا هالمراه؟ انا كيما قال واحد جو لا كومبخون، جو لا كومبخون، باسكو مسكينه لو كان يخطاها الراجل هذا باش يروح يجيب لها الماكله تموت بالشر، تروح دون لا غو، واحد ما يهزها، واحد ما يهزها. صرات خنشله، خطره في خنشله وين انا دخلت على مراه جابت زوج ايام وهي تبات قدام العداله، وكي حاولت نهضر معاها ما حبتش تهضر معايا، لابسه الملايه وقاعده دو نوي، وهي باسكو المحكمه جات بحد الشرطه، الشرطه يشوفوا فيها حتى ما يحبوا يهضروا معاها، ما حبش تهضر، حتى وليت رحت جبت انا رحت لاسيستون سوسيال. ما نقولكمش كيفاش صرات، ما نقولكمش باسكو كون نقولكم تزيدوا تكرهوا الجزائر اكثر فاكثر، وتعاركت معاها وقلت لها كيفاش انتم قاعدين هنايا وما على بالكمش واش راهو صار برا، وبعثتها ورحت لها وهدرت معاها وقلت لها ها وعندي مشاكل ليها واش صرا ليها واش صرا ليها واش صرا ليها واش صرا لي. دونك كي تلقاو انتم لاسيستون سوسيال ما تروح تشوف واش راهو صار عند العائلات، ما يديروا لي رابور نتاعهم لي جوج باش يشوفوا واش كاين، ما على بالهم والو، ما على بالهم شكون في الدار هذه، شكون فيها ناس، شكون فيها منا، ما كاين والو، ريان دو تو.
دونك لو مال ترو بروفون، لازم نبداو من جديد من الساس ومن ليكول سورتو ليكول، ونعاودوا نحيو البروغرام تاع العنف هذا من لا سوسيتي. ها وكما قلت لكم دوكا لا سوسيتي 90% 90% من داعشين من نساء بالرجال. النساء كنت تشوفوا فيه لونيفرسيتي، هاني درت عليها دي فيديو، روحوا تشوفوه. البارح كنت نتكلم مع الوزاره، وكنت نتكلم مع كيف اسمه، مع الاخرى، مع لونيفرسيتي باب الزوار، وقلت لهم يا ولدي مانيش حنكتب، مي نهضر معاكم هكاك برك. علاش هذا الشيء هذا؟ بوركوا بوركوا فو فيت كوم سا؟ كل واحد يقول انا خاطي يا خويا، انا خاطي يا ولدي. انتوما الجامعات رديتوهم دي فياف نتاع الاسلاميست، يخرجوا منهم ارهابيين، علاش عليكم هكذا؟ اي بان كانوا ناس في المستوى هضروا معايا البارح، ويسون يعني دي ريسبونسابل، وقالوا لي وي رانا معاكم، مي يا خويا حنا ما تهضرش معانا، حنا خاتينا خويا، حنا خاتينا. دونك كي تشوفوا لي انتوما ليكول ولونيفرسيتي يخرجوا لي في الارهابيين، كو سوا نساء بنات ولا رجال، سي لا ميم شوز، ما عندكم ما ديروا. عندنا حنا دي زونيفرسيتيغ راحوا ماتوا في العراق، راحوا ماتوا في العراق، راحوا ماتوا في البوسنة ولا هرسك، راحوا ماتوا في كيف اسمه في افغانستان، راحوا من لونيفرسيتي. علاش؟ باسكو عمرو لهم ريسانهم بالجهاد وما نعرف واش وما نعرف واش. بنات الحمد لله مازال ما صراتش عندنا حنا، صرات واقيلا في تونس اوفيسيال، وين بنات خدموا لهم المخ نتاعهم اخرين، واخرين عطوهم الدراهم وراحوا داروا لا بروستيتيسيون. وين؟ اي بيان في العراق وفي سوريا. ها هو شي صرا. دونك لانتيغريزم ريليجيو سي لونتي شومبر تاع لو تيروريزم. العنف هذا كامل منين جا؟ جا من المدرسه. المدرسه هي اللي تكون تاع، وزيد المسؤولين تاعنا اليوم كي تلقاو مسؤول، سمحوا لي بهالعباره هذه، اللي مدي ربع نساء، اسمحوا لي يا خويا انا نقول لكم الحق، هنا ما نجمش نتكلم معاه، خلاص خلاص. انسان ريسبونسابل عنده كات فام مش غير هو، ومشغول هو بزاف. ودي ريسبونسابل هما بعد اللي يقول لك وي عند مراه تروح تشكي يقول لها وانت علاه ديري كيما هكذا، وانت علاه تقولي له هكذا، وانت دونك لا فام ني با بروتيجي اون ماجير، لا فام ني با بروتيجي كيما قال الانسان. دونك مازالوا يكونوا فيها القتيلات، ومازالت المراه تقتل، ومازال كاين سورتو سورتو شكون ابل لو كريم دونور، لو كريم دونور يا عباد الله مازال كاين. واليوم حنا 2023 وكاين اون دينونس حنا هذا الشيء هذا، يقول لك هذا طحان، هذا طحان، هذا انت يا انت يا انت يا. دونك يا اختي العزيزه هذه اللي دارت الفيديو، بارك الله فيك يعطيك الصحه. اذا اخت ضحيه تحب تعيط لنا مرحبا، 021 67 10 46، 021 67 10 46 نيميرو تاع الجورنال، ولا سور ما باج كيف اسمها ميسنجر منصف رضا جورناليست، منصف رضا جورناليست اون فرونسي. مي سامبلومون قبل ما يعيطوا لي يكتبوا لي، باسكو انا الناس اللي بلا ما يكتبوا لي يعيطوا ما نهزش عليهم باش نتفاهموا. عندي بوكو دو ترافاي وما نقدرش نجاوب اي واحد، يفو يكخيغ تو دابور انا فلان ولا فلانه ها واش نحب، كي يكون عندي وقت نعيط لهم ولا نقول لهم فوز ابلي. وحنا هنا باش نخدموا خدمتنا، سي اذا نجمنا كما يقول الانسان. باسكو اتونسيون الناس يقول لك الصحفيين، الصحفي مربوط باش نتفاهموا، الصحفي مدايرين له لي مينوت. واش نقول لكم؟ هاكم تشوفوا في الصحفيين كيفاش يلعبوا فيهم في الحباس، يتكلم كلمه يلعبوا في الحباس، يشريوها لهم خلاص، ما بالك ما يلوحوش على هذيك، مي يجيو يحوسوا له على كاين شي حاجه. يا كيما داروا للسيد اللي راهو في الحبس لليوم، اللي بعثت له مرته السوارد من ليترونجي، داروا له كيف اسمه خبارجي كيما يقولوا هما، وما نعرفوهاش وما نعرفوهاش، راهو في الحبس، راهو في الحبس. دونك كي اتونسيون، راه ما عندناش الناس يقول لك عندك كاينه لا ليبرتي دو لا بريس، ما كانش. انا ما نقدرش نكتب واش بغيت سور لا بريس سور لو جورنال، نو هنا هذه نتاعي باسكو سي لا شين بريفي، نقول فيها واش حبيت بيان سور، نحترم القوانين، نبصح سور لو جورنال ما نقدرش. بوركوا؟ باسكو عندي شاف دو روبريك هو يشوف، عندي لا ريداكتريس اون شيف، عندي ديريكتور دو لا بوبليكاسيون، هادو كامل يعقبوا عليهم، وكساعة لا كوميسيون دو ريداكسيون تشوف وانا واش يفوت واش يتنحى، ونديرو ما علينا كيما قال واحد ولا غلب. هذا هو يفودري كيما قال واحد، انا نكون نطالب من النساء كامل ولا غالب، حتى النساء اليوم هادو اللي يطالبوا بلا ليبرتي ويطالبوا ماكمش بزاف، فوزات مينوريتي كيما حنا ثاني اللي ديموقراط،
اوني مينوريتي. البلاد دعش دعشوها دعشوها شكون؟ دعشوها المسؤولين. علاه دعشوها المسؤولين؟ باش يبقاو ديما حاكمين الحكم. روحوا شوفوا تراش هالبنات هذو اللي في اليونيفرسيتي اللي لبسوا لهم البرقع ولبسوا لهم مناخ، ما تلقاو بنت مسؤول. روحوا شوفوا هالولاد هذو اللي داروا لهم الحي حتى لهنا، كاش ما تلقاو واحد ولد مسؤول. روحوا شوفوا، انا نتحداكم، راني هنا نتحداكم. خاطرش ولاد المسؤولين وين هم هاك؟ راهم في لي ليسي دوما نتاع الجي، يبريباريو روحهم باش يروحوا ليترونجي. والناس اللي عندهم المسؤولين الكبار ولادهم راهم في كندا، راهم في ستاتوني داميريك، راهم في السوربون، وراهم دون لي ميور زيكول دو فرانس. شفتوا كيفاه يا يعني؟ والشعب المسكين، الشعب الراشي كما يقول، الغاشي الراشي كما يقول واحد السيد صاحبنا، ما على بالوش. انا دوكا امكنو اون مينوريتي يقول لك شي تهضر فيها وحق، مي الباقي كامل يسبوني. يسبوني وما نلومهمش. علاش؟ باسكو لا غالب مساكن، لا غالب، ربي يجيب الخير. على كل حال حنا اللي كاش ما عنده معلومات على حوايج تراو، رانا هنا وما نمدوش لافورماسيون. انايا متهنيين، انايا ديما اللي يعطيني معلومه راهي تبقى سريه، خلاص ما نقدر ما نكون الكل يدير واش يديروا، ما نمدش للنوم تاع السيد ولا اللي عطاني. مرحبا بكم، اعطيونا حنا اونيساي باش برومون سور لا فيديو دو بارلي، سكوندو نكتبوا في جوغنو ان شاء الله باش الناس ما تنجموش يضربوا كلش. ما هو ما خطاش يضربوا، ماذا بهم؟ هاد المراه مسكينه هذه دوك يطبقوا لي الفتحة في لمهن. اذا ما خرجوش السيد هذا اللي قتلها يديروا له دوسي ميديكال قال مهبول، كيما يديروا كامل. هذا البارح اللي ضرب السيد في المسجد قال لك مهبول. انا ما على باليش مهبول، علاه ما يضربش روحه؟ علاه ما يضربش خاوته؟ علاه ما يضربش الناس اللي بحذاه اللي يمشي معاهم؟ علاه يروح ديريكتومون للبلاصه ولا الاخر يقتلوا الاخر ولا يضرب واحد يقول لك من بعد يقول لك كي يشرح حاجه يقول لك مهبول. علاش يقول لك مهبول؟ باش تو سويت تجيهم سهله غدوه يكونوا فيها معرفات، يكونوا فيها التليفون يخرجوه. السيد لافوكا اللي قتلوه في جو بونس واحد البلاصه نسيت حتى ما عرفتش وين جهه، لافوكا هذاك حط ناس قتلوه افيك اون بال دون لا تيت، ردوها سرقه، ردوها له سرقه. علاش؟ باش ما يردها له جنايه، يديروها له جنحه. هذا ما كان. شفتوا كيفاه تمشي لانجوستيس؟ ماهيش لانجوستيس هذه. كيفاه السيد راحوا له نحاولوا هزوه خطفوه وتيراو له اون بال سوغ لا تيت، ها وظهر ربع ايام ولا خمسه ما كانش، والناس اللي داروا الطوموبيل تاعو يسركلو لا واحد يهضر معاهم. ومن بعد يديروا كومينيكي قال لك راهو الناس اللي قتلوا حكمناهم هم في خمسه ولا في سته، بصح راهم قتلوا على جهه السرقه. اغيتي مي اغيتي سي بوبلي، انسان يسرق يدير هذا الشيء؟ هذا يقتل بين بال دون لا تيت؟ حنا نعرفوا الناس يسرقوا، يسرقوا الطوموبيل ولا يديهم بصح ما يقتلوش. دونك هاكم تشوفوا كيفاش هذا السرقه كيجيبوا عليها عام عامين يصبحوا لبرا وخلص. فوالا للاسف. الي سمحوا لي ما عنديش وقت بزاف، بوتيتر من بعد ان شاء الله نرجعوا في دوطر فيديو نقول لكم قيمه الهنا. اتوتالو.